مكملين معكم مستمعينا احلى اذاعه مزاج اف ام. كنا عم نسالكم قبل الفاصل ليش الرجل ما بيقدر يستحمل كلام المراه اكثر من 10 دقائق. هاي دراسه انت عملتيها شكلك. لا يبدو انا هذا السؤال مش من عندي، من عند زينه. يبدو من 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 وحل الواقع. عم نستقبل رسائلكم واتصالاتكم على 0788-953-3-953. عندنا مجموعه من الرسائل الصوتيه خلينا نسمعها مع بعض، واهلا وسهلا بكل الاشخاص اللي انضموا لسماعنا وعم بتابعونا حاليا. مساء الخير معنا، مساء الخير حنين، الله يعطيك العافية. بالنسبة للموضوع اللي حكيته فيه، سامحوني الصبايا، سامحوني البنات، رجل ما بحب الثرثرة، يعني بحب الحكي المختصر وتوصل المعلومة بشكل بسيط وسريع ومختصر. فسامحوني على الكلمة، يعني هو بحبش موضوع الثرثرة، الله يعطيكم العافية. حلو، هو ولا قالها تغليف هيك، حطها بورق هدايا مش طق الحنق والسواليف المال هداعي 100%. بس انا اللي عم بشوفه هلا والله الشباب عم بطق حنك اكثر من صبايا. انا مش عارف انت الشباب لهدول اللي انت بتشوفيهم وين موجودين. انا موجودين جد، ما يعني بدك كمان انت بدك بالواقع موجودين، او انا متاكده انه في كتير صبايا رح يتفقوا معي بهذا الموضوع. انت بدك معناته تديري بالك على الناس المحيطة. على فكره هذا مش محيطي باي ذا واي، ولا طب هذا محيط ناس وناس 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 ومحيطك انت كمان. لا انا محيطي كله، يعني اطول مكالمه يعني حتى اصحابي بين بعض احنا وبين اي حدا عباره عن 3 ثواني ونص. نسمع كمان. مساء الخير معين وحنين، كيفكم؟ رشا الوحش. عادي أنا ما بقدر أتحمل أسمع المرأة 10 دقائق. مش بس الزلمة ما بقدر يتحمل اللي يسمعها، وعادي في مثلا ممكن ما تتحمل زلمة بيحكي 10 دقائق، لأنه في زلام بيحكوا أكثر من النسوان. صحيح. إذا إحنا ما بنتحمل بعض، كيف هم بدهم يتحملونا؟ يعني تخيلي وحدة تضلها تحكي فوق راسك ولازم تسمعيها. هلا اذا انت بتحبي الحكي ممكن تتحملي، يعني ما بعرف. او هو اذا الحكي بيجذب، يعني في ناس اوقات طريقه حكي، اوقات الحكي مش يعني ما بهم، مش حشو، حكي فاضي يعني. وبعدين الشخص اللي قدامك ما بيكون هامك حكي او حكى او ما حكى، بس في ناس لأ بتجذبك طريقه حكيهم، بتحب تحكي معهم، بتحب تسمعهم، في اخذ وعطى، في بينج بونج لطيف كثير. رشا بنحبك احنا، شكرا على الرساله الحلوه. وانا والله في شباب بتلتوا بتعجن اكثر من بنات. هاي الرساله وصلتنا. بدنا نحكي لوسيم يسعد مساك من السويد، بدنا نحكي لعبد الله بيدس يسعد مساك، نحكي لايا كمان اهلا اهلا، تحكي يعني على سيره هالموضوع، اعملوا لنا حلقه فضفضه. انا عم بفكر كثير اعمل برنامج مش هيك مدة ساعة بالليل تكون هي فضفضة، شو رأيكم بالموضوع؟ ممكن بزبط لك، بزبط صح؟ هيك يوم بالأسبوع نعمل فضفضة أنا وإنتو. عدنان المصري يسعد مساك، لازم واحد زوج واحدة ما بتحكي، محمد الصعيدي بيحكي. مساء الخير كرزون، يلا نسمع أهلاً. نسمع ها، أنا مستعد أسمعها لو بتحكي ألماني 10 ساعات. يا بي انت على فكرة عنصري، مع انه لا مش عنصري، الحابب الهجرة. عشان هيك ممكن يسمعها. طيب هنا كمان في عنا رسالة منال، بالله ايش حكات، انزلي شوي، وين راح رسالة منال؟ هي حاكي منال 10 دقائق تقريبا بالاندكس. على فكرة انت عم تيجي كتير. لا منال بتعرفني انه انا وياها صحبة، فتحكي انا وحدة، ربي خليني انا واحدة من الرجال اللي ما بتحب تسمع بربرة النسوان. مرات كتير بتكون حكي فاضي او بيحكوا على بعض وبكونوا لسه مع بعض، وحبيبتي واشتقت لك كثير، وبس تدير ظهرها بتسمع الكلام يلي بصدمك. يعني الستات عندهم مليون وجه، الله يكون بعون الرجال علينا، يعني بحزن عليكم والله. يعني احنا ما عم نحكي، ما بنعمم عشان نكون واضحين طبعا، لانك يعني عن حنين وصدقات بعض الفئات اللي مثل حنين.